استقبل الفريق ركن مع الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية مع الشيخ محمد خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت الشقيقة وذلك لدى وصوله اليوم إلى البحرين لحضور ختام فعاليات التمرين الأمني المشترك الذي استضافته المملكة في الفترة من السابع والعشرين من أكتوبر وحتى السادس عشر من نوفمبر بمشاركة نخبة من القوات الأمنية لدول مجلس التعاون. وفي السياق ذاته استقبل معالي وزير الداخليه معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخليه بسلطنه عمان الذي وصل اليوم الى البحرين لحضور فعاليه تمرين امن الخليج العربي الذي عقد في المملكه على مدى ثلاثه اسابيع